بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي ومتتبعات قناة فن وانتيك في هذا الشريط الجديد. أحبائي الكرام، موضوع هذا الشريط هو حول دمغات الفضة الموجودة في مجموعة من الحلي، يعني كيف نتعرف على هذه الدمغات، وإذا عثرنا على مثل هذه المجوهرات فيجب الانتباه إلى الدمغات. فمرحبا بكم أحبائي الكرام. نأخذ أصدقائي الكرام مثلا هذه الحلقة، وهي من الفضة الخالصة، فضة 925. فأصدقائي يجب الانتباه إلى الدمغة، هنا سوف أتقسم معكم هذه المعلومات. هنا أصدقائي، إذا عثرتم على مثل هذا الطابع الذي يحمل تيفاني أند كو 925، فهذا يعني أن هذا الحلي من الفضة. أذكر، تيفاني أند كو 925 يدل على أنها فضة خالصة عيار 925. نأخذ كمثال هذا الخاتم الجميل، كما تشاهدون أحبائي الكرام متتبعي قناة فن وانتيك. هنا سوف أريكم الطابع الذي يميز هذا النوع من الخواتم. سوف أقرب. هنا أصدقائي، إذا عثرتم على هذا الاسم، يعني اسم توس توس، وهنا عيار 925، فهو من الفضة أحبائي، الفضة الخالصة. تسميح على الصورة، يعني هنا طابع 925، يعني هذا الاسم فهو موجود في مجموعة من الحلي مثل الخواتم و يعني السناسل يعني مجموعة من المجوهرات. يعني هنا كذلك مثال، كما تشاهدون طابع 925، هو يعني من الفضة الخالصة. يعني والشكل، شكل هاد يعني هذه المجوهرات تكون على شكل دب. هنا الطابع، كما تشاهدون 925 أحبائي. يعني أتمنى أن يعني أن تستفيدوا من هذه المعلومات. سوف نأخذ مثلا آخر، نأخذ أصدقائي هذه السلسلة، وهي يعني مزدوجة بين الجلد والفضة. من أصدقائي الطابع الذي يجب عليكم البحث عنه، يعني سوف أقرب هذا الشيء.
والاسم أصدقائي هو باندورا. باندورا كما تشاهدون، باندورا فهو كذلك من الفضة الخالصة. دي الحقيقة روعة. وأعتقد توجد بعض الأحجار الكريمة هنا. إذن الاسم أصدقائي هو باندورا، فهو من الفضة الخالصة. يعني هناك كذلك أصدقائي، الرقم الذي تعرفونه يعني رقم 925، فهو دائما يعبر عن الفضة الخالصة. ناخذ كذلك هذا لو بوندونتيف. البوندونتيف يعني يوضع في السلسلة على هذا الشكل. هنا دائما أصدقائي الطابع، سأقرب. عفوا، تسعمائة وخمسة وعشرون، وهي يعني طابع صغير، أحتاج إلى مكبر أو تقريب تقريب الشاشة. نأخذ كذلك أصدقائي هذا المثال، دائما يجب الانتباه أحبائي الكرام إلى الدمغة. وهنا كذلك دمغة أو عيار. التسعمائة، سأقرب حتى أنا أصدقائي دمغت 925، وإلى جانبها مستطيل وبداخله نجمة، وهي يعني دمغة تعبر عن دمغة دولة إيطاليا. أتمنى يعني أن ينال إعجابكم هذا الشريط المتواضع أحبائي الكرام. هنا يعني هذا الختم الجميل، وهو كذلك من الفضة أحبائي. هنا الطابع، طابع 925 كما تشاهدون بالأسفل. أصدقائي أتمنى أن ينال إعجابكم أو تنال إعجابكم هذه المعلومات المتواضعة. هناك ذلك أصدقائي هذه الحلقة الجميلة، يعني المرصعة بهذا الحجر، حجر الفيروز. وهنا الطابع. دائما يجب الانتباه إلى هذه الأماكن. هنا أصدقائي، هنا يعني الدمغة، دمغة 925 كما تشاهدون. وكذلك بهذا المكان في الخلف، هذه الحقيقة الفضة رائعة جدا.
نعم أصدقائي، أتمنى أن ينال إعجابكم هذا الشريط المتواضع. هنا أصدقائي دمغة صغيرة، للحقيقة يصعب على الغير المحترف أن يلاحظها. هنا في هذا المكان كما تشاهدون، هنا دمغة الفضة وهنا كذلك توجد دمغة صغيرة يعني أن هذه يعني حاملة المفاتيح، يعني توضع المفاتيح هنا أو يعني توضع في سلسلة، فهي من دولة إسبانيا. هنا يعني ذكرى زواج الملك كارلوس. وهي فضة إسبانيولية أحبائي عيار 916. أصدقائي أتمنى أن ينال إعجابكم هذا الشريط المتواضع، وأضرب لكم موعد قريب ومعلومات جديدة. كانت معكم قناة فن أنتيك، مع السلامة أصدقائي.